أقيم في جدة وأنوي العمرة وأرغب قبل العمرة زيارة الأقارب وحضور مناسبة، هل يجوز لي ألبس الإحرام بعد الانتهاء من زيارة الأقارب؟ هذا السؤال يقول يقيم في جدة ولا لا؟ أي نعم. أنا أقول هذا السؤال من كسلان. والله يا أخي في جدة لا خلصت من زيارة الأقارب، عود ارقد عند أهلك. إيه؟ لأنه بيروح المكة يزور أقاربه. نعم. هيرجع للجدة وإحرم منها باس. يا إخواني جدة الآن ومكة والله مثلنا في الشفا الآن وجامعة الإمام والمطار والأحياء الشمالية، يعني أصبحت جدة الآن والطائف ما بينها وبين مكة إلا قرابة 50 كيلو تقريبا الآن، أطراف جدة مع أطراف مكة أقل من 50. هي إخواني يعني لا تصير الناس كسل، أبا أروح أجلس عند أزور لي قريب في مكة وبعدين أحرم من مكة. ارجع يا أخي، وإذا انبسطت ويا عيالك في جدة وتغديت وشربت والشاهي بعد العصر، أخذوا السيارة وتصلون المغرب والعشاء في مكة. الحمد لله. والله يا إخواني يوم كان الإفتاء يروح للطائف كنا نتغدى ونشرب الشاهي في الطائف وبعدين ننزل نروح المكة ونصلي المغرب والعشاء في مكة، وهكذا الآن أهل الطائف وأهل جدة يوميا يأتون. فلا يكون يعني الإنسان كإسلام بحيث أنه يجي ويحرم من مكة ومن أهل جدة ويحرم من مكة. نعم.